السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت أعلنت منذ فترة على الفيسبوك أنه راح تكون في إن شاء الله دورة مجانية على اليوتيوب تهتم بمجال UX User Experience Design وما يعبر عنه بالعربية تجربة المستخدم. هذا أول فيديو إن شاء الله في الدورة، ورح نتكلم على التعريفات، تعريف User Experience تجربة المستخدم UX، خصائص، ما هي الخصائص التي يجب أن تكون موجودة في كل تجربة ناجحة، يعني تجربة ناجحة، تجربة مستخدم ناجحة. كذلك في هذه الدورة إن شاء الله راح تكون إجابة مهمة على بعض الأسئلة، لماذا UX، لماذا يجب علي أن أبدأ في UX، كيف أبدأ، ويعني بعض الأمور الأخرى إن شاء الله. كذلك راح يكون في قناتي على اليوتيوب راح يكون فيه توتوريال أو سبيد آرت فيما يخص تصميم تطبيقات وتصميم المواقع، راح تكون تقريبا مرتين في الأسبوع أو أقل أو أكثر حسب القدرة والاستطاعة. يعني أعلمكم إن شاء الله بكل هذه التطورات. كذلك أنصحكم يعني بالاشتراك في القناة، اشتراك في كل مواقع، اشتراك في كل حساباتي على السوشيال ميديا، الأمر حتى يصل كل جديد وتكون يعني في علم بكل ما يكون فيه جديد. قبل أن نبدأ، الحقيقة وصلني كم كثير من الأسئلة عبر الفيسبوك، خاصة حسابي على الفيسبوك. أعتذر، لا أستطيع أجيب الكل، أحاول، ولكن في سؤال مهم أعجبني يعني من الأردن، والحقيقة أكن حب كبير للمصممين في الأردن. السؤال هو يعني إجابة سريعة على السؤال، أقول لا تستحق مستوى أكاديمي معين حتى تكون UX designer. بس إن شاء الله مع في الدورة نوريك إن شاء الله كثير من الأمور المهمة التي يجب على UX designer أن يكون يمتلكها حتى يكون UX designer ناجح ويؤدي أعمال جيدة إن شاء الله. ابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تعريف مصطلح تجربة المستخدم User Experience. يقول جيسي جيمس جاريت، واحد من كبار المختصين في ميدان تجربة المستخدم وصاحب كتاب The Elements of User Experience، في الكتاب يقول: تجربة المستخدم تشير ببساطة إلى طريقة استعمال المنتج في الواقع. تجربة مستخدم ناجحة هي التجربة التي يتم فيها تحقيق أهداف طرفين. الطرف الأول هو المستخدم النهائي، والطرف الثاني هو صاحب المنتج. يضيف قائلا أن سهولة الاستخدام هي ميزة مهمة في تحقيق تجربة ناجحة، لكن هذه الميزة لوحدها لا تكفي لتحقيق تجربة إيجابية للمستخدم. فجيسي جيمس يعني هنا فسر أنه تجربة المستخدم خاصة متكونة من طرفين، الطرف الأول هو المنتج والطرف الثاني هو المستخدم، وأنه الواجب أنه يكون المستخدم هو في مركز الاهتمام، يعني أنه يكون كل الاهتمام منصب على المستخدم لتحقيق تجربة إيجابية للمستخدم. فاليوزر إكسبيرينس هي مجموعة معادلة بسيطة متكونة تقريبا من أربع أشياء مهمة ومهمة جدا. المسألة الأولى هي أهداف العمل، يعني لصاحب المنتج لما ينتج منتوج، سواء كان منتوج رقمي أو غيره، يجب يكون عنده أهداف العمل، وهي حل مشاكل. مثلا أنه يقول أنا راح أبعث تطبيق أو موقع يحل مشكل مثلا إيجاد الطلاب إلى شقق الإيجار أو غيرها. كذلك المسألة الثانية هي أهداف المستخدم والمستخدم في حد ذاته، يعني من هي الفئة التي نستهدفها، مع من نتعامل بالضبط، مع من لمن سننتج هذا المنتوج، يعني وما هي انتظارات اليوزر المستخدم. مسألة مهمة جدا كذلك هي واجهة المستخدم، يعني وهذه عملية الديزاين، يعني كيف تكون
الواجهة الرقمية تكون سهلة وتكون بسيطة الاستعمال وتكون يعني تتوفر فيها بعض الميزات، سأقولها لاحقا إن شاء الله. ومنهجية العمل، يعني كل مشروع UX لازم تكون فيه منهجية عمل واضحة ومنظمة جدا حتى تكلل العملية بالنجاح. كل هذا يساوي UXD، كل هذا يساوي تجربة المستخدم أو تصميم تجربة مستخدم جيدة. خصائص تجربة المستخدم: الخاصية الأولى الإفادة، يعني التجربة يجب أن تكون مفيدة للمستخدم ومفيدة كذلك لصاحب العمل، لصاحب البروجكت، لصاحب المنتج، سواء كانت إفادة مالية أو إفادة يعني في الخدمات أو غير هذا. الثانية أن تكون مرغوب فيها، يعني هذه تجربة مرغوب إنه يكون اليوزر عنده رغبة إنه يستعملها، تكون يمكن الوصول إليها بسرعة وبسهولة، تكون كذلك التجربة معقولة، يعني لا تتخطى حد العقل، لا تكون إجابات على أسئلة لم تطرح مثلا، أو تكون حلول لمشاكل لا توجد أصلا، تكون كذلك إمكانية العثور، يعني تجربة سهلة العثور عليها، يعني مثلا إذا دخل اليوزر للويب سايت يعني حتى يؤدي عمل معين مثلا خلاص فاتورة أو غير هذا، يعني ما يلف في كل الموقع حتى يجد أو لا يجد كيف يسدد خلاص فاتورة على الموقع. النقطة السادسة أن تكون تجربة يعني أو المنتج صالح وسهل الاستعمال، ما يكون صعب معقد وغير هذا، ويكون يعني صالح الاستعمال لكل الأعمار ولكل الفئات. كل هذه الخصائص تعطي تجربة المستخدم قيمة، تصبح تجربة المستخدم يعني عندها قيمة. تجربة المستخدم هي نتيجة لأنشطة متعددة، يعني لما نتكلم على project UX project، فنحن نتكلم أولا على فهم المستخدم، معناه من هو المستخدم المستهدف، ماذا نريد منه، انتظارات المستخدم منا. المسألة الثانية التفاعل، أن نتأكد من أن المستخدم يفهم المنتج ويكون الوصول إلى أهداف المستخدم سهلة. التفاعل يكون بالتصميم الجيد والمدروس حسب أهداف المنتج وانتظارات المستخدم، كذلك ترتيب المعلومات، يعني لما فريق العمل يرتب المعلومات وتكون المعلومات متوفرة للمستخدم ومرتبة. تطوير واجهة المستخدم، نتكلم على مرحلة الكودينج، يعني مطورين البرامج هوني تصل مرحلة يعني تطوير المواقع والتطبيقات، في ما يسمى كذلك الانترفيس انتراكشن، يعني الواجهة، يجب اختيار الألفاظ المهمة في إيصال المعلومة والمحتويات الجيدة المفيدة. ومرحلة أخيرة ومهمة جدا في البروسيس، يعني في منهجية العمل وفي منهجية عمل منتج أو UX project، أن مرحلة التست مرحلة مهمة مهمة جدا، أن مرحلة التست قد توضح لنا كثير من الأشياء التي فاتتنا أو الأشياء التي ما لقينا لهاش حل، يعني في أثناء التصميم أو في أثناء البرينستورمينج أو غيره. يعني أخيرا نحن نتحدث عن مجموعة طرق العمل والمنهجيات التي تأخذ بعين الاعتبار المستخدم في تصميم الخدمة، وهذه المنهجيات علمية وبالتالي تستند إلى الملاحظة، المعرفة والتحقق من صحة الفرضيات. وأخيرا وليس آخرا، ما تنسوا الاشتراك إن شاء الله، الاشتراك والضغط على زر التنبيه حتى يصلكم كل جديد في اليوتيوب،
الاشتراك في 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 حساباتي على السوشيال ميديا تجدون ان شاء الله في الاسفل في الديسكريبشن حتى يصلكم كل جديد، كل استفساراتكم يعني عندكم الميل، عندكم الميل ان شاء الله والمختلف في الحسابات تسالوني عليها اجيب قدر الاستطاعه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني ما 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 تغضبوا مني اذا يعني لم اجب على كل الاسئله. السلام عليكم.